انت مو بس ذكي، لا وقلبك قوي. انا خدامكن عرفان بيك. نحن شركاء بالشغل صح؟ نحن منا شركاء، انا خدامكن. لا شو هالحكي هاد، انت شريكنا ولو بدنا خدام كان في كتير. ايه اكيد، والشركاء لازم يعرفوا كل شيء عن بعض صح؟ صح. ليش كنت فادح شغل مع ملهام؟ كانت ضربة وحدة، جنابكن بتعرفوا انه كان في علاقة سابقة. انت مراقب؟ لا. كيف عرفت المكافحة بموعد وصول الشحنة؟ ليش مو من مصادركم؟ بابا حبيبي، يا ريت تلاقي وقت تمرفي لعندي على الشركة مشان تطلع على المشاريع وتشوف الجو العام تبع الشغل. ايه بابا حاضر، بس انت بتعرف الجامعة اخذة كل وقتي و يعني يا دوب عم بلحق. بعرف بابا بعرف، وانا ما بيضغط عليك، انت وحيدي والاعمار بيد الله، يعني بالنتيجة كل املاكي رح تكون لك. بقى ما بدك تطلع على شغلك بابا؟ الله يطول بعمرك، بس يعني لشو كل يوم بتذكرني بنفس السيرة؟ لشو سيرة الموت كل يوم الصبح؟ بابا انت انسان مؤمن، كل واحد منا في رساته اللي ما فيه ربنا. مهم نرجع لموضوعنا، انا بعرف انك ما بتحب التجارة، بس انا هذا الشيء الوحيد اللي بفهم فيه. بقى يا ريت تلاقي شغلة تحبها بالشركة وانا رح اكون معك. أبي أنا ما بدي أحس إنه جهدي ضاع. جهدي ضاع؟ بابا أنت ليش ما بتثق فيني؟ شلون ما بثق فيك بابا؟ معقول الحكي؟ لأنه ببساطة بتضلك خايف، كل يوم نفس السيرة، كل يوم نفس السيرة، يعني ببساطة لو ما بتخاف ما بتفتح لي هي السيرة كل يوم. بابا أنا من عمري 5 سنين، إذا بتتذكر بحب ذكرك. كل يوم بتذكرني بنفس الموضوع، إنه أنا لازم أحمل هي المسؤولية وهذا الحمل فوق راسي. بابا المفروض في كتير شغلات بتنحكى بين أب وابنه، ما هيك؟ بس يعني بابا أنت دايماً بتجيب الشغل على البيت. أسعد حبيبي، خلص عمل بلا أسبك، أنت صرت شاب ومعت صغير وبتعرف وين مصلحتك. أنا أبي ابني أب، بكرة بتصير أب رح تفهم كل كلمة قلت لك إياها. فهمانك بابا، فهمانك منيح. بدي اياك تعرف انه انت اغلى شيء بحياتي، وبدي اطلب منك طلب انه ساق فيني. انا واثق فيك ابي، واثق فيك ودائما واثق فيك، ما يكون عندك شك بهذا الشيء ابدا. سعد صباحك يا بيك. حبي عمار صباح الخير يا سعد. هلا عمار. هلا بابا، انا نسيت خبرك شغله، انه انا سحبت شويه مصاري لزموني قصوط الجامعات وشويه قصص. بابا اللي بياخذ المصاري ما بدور. بدك اكثر من هيك ثقه؟ لا بابا شكرا. عدوسك حبيبي، عدوسك. الله معك. الله يرضى عليك. حرك يا عمار. امبارح كنت نايمه مثل ولد صغير، ما حسيت علي وانا حامله؟ لا والله، تصدق؟ كنت عم شوف فيلم وراحت علي نومي، ما لقيت حالي غير الصبح بتأخر. شكرا حبيبي. يسلموا، بس كنت نايمه بعمق شديد لدرجه اني غرقت منك. معك حق، يعني واحد مثلك ما بيعرف النوم، طبيعي يغار. بتعرفي شغله؟ امبارح وانا حاملك تمنيت انك تفيقي، حتى قصدا كنت بدي فيك.
لدرجة انه كنت بدي كب عليكي مي. لهالدرجة؟ ليش كل هالقد بقى؟ ما بعرف بس حبيت تشوفيني وانا حاملة. راحت علي لحظة حلوة والله. المهم انت عشتها لحالك بكفي. بس انا حاب اعيشها معك ولازم نعيش كل لحظاتنا مع بعض. رأف ما عم بفهم ليش انت سلبية وما عم تتجاوبي؟ شو فيني اعمل وما عملت؟ ليش كل ما بدي احاول اكسر جبل الجليد اللي بيناتنا انت ما عم تساعديني؟ ليش في جبل جليد بيناتنا؟ غريب، اول مره بتقلي هالحكي. مو قصدي انه لا لا بلا حبيتها. شو قلت لي اسمها؟ جبل جليد. حلوه والله، يعني معبره. رأف اسمعيني، في شيء لازم اقول لك اياه وما عم لاقي الوقت المناسب. شعورك بالذنب تجاه هالاجرام ما له اي داعي، صدقيني. معلش لا تجيب لي هالسيره من الصبح. هذا امر الله وصار، لازم نرجع مع بعض، نرجع رأف وكمان نجيب احلى بيبي بالعالم. جبل الجليد اللي بيناتنا ولازم يدوب بالاول؟ لحالي ما فيني دوب، بدك تساعديني. احترامي سيدي. ايه طبعا، فورا فورا سيدي فورا. شو ما بدك نكمل الحديث؟ نرجع منك. ايه كنت دوبتلي شوية جليد لبين ما رجعت. شو؟ كانك راجعة تحكي مثل قبل؟ رجعت الشخصية المجنونة تبع زمان؟ والله حلو كتير. تذكري انه انا ضابط وانتي لازم تأقلمي مع هذا الموضوع، مو انا غير مهنتي. صرت حكي لك هاي القصة مليون مرة. جديدة؟ ايه وحصرية معنا exclusive by us. وشلون بدنا نوزعها هي؟ بدنا نعملها دعاية بالتلفزيون؟ لا لا بالراديو اسبط، ما هيك؟ حبيبتي انت لا تشيلي هم، هاي البضاعة عم تتوزع وخالصة. انت ركزي بشغلك وقريبا في سوق جديدة نيو كولكشن. يعني في ناس جداد رح اتعامل معهم غير اللي بعرفهم؟ ايه وانت شو فارق معك؟ ولا شيء ولا شيء. هلا اهم شيء بدي اياكي تفتحي مخك كثير منيح وما بتعطي حدا كميات كبيره قد ما طلب، عم تفهميني؟ قد ما طلب. امسكي هدول وخليهم معك لحتى خبرك اذا في شيء جديد. شو بك؟ عشو عم تطلع؟ عشو عم طلع؟ ولا شيء. ايه فكرت اذا في شيء جديد خليه لبكره لاني مشغوله، هدول رح خلص توزيعهم اليوم. سراب سراب. طيب عدي شوي نشرب لنا سيجاره هيك نروق شوي. شو كله شغل؟ بالله ما حفظت اني ما بتعطى لهالسم الهاري. ان شاء الله رح تشربي على يدي دخيل جمالك يا سراب. يلا شفتك شفتك، خليك ماشي دغري. أهلين سيد عدي. أهلين ست ليليان، أنا آسف على التأخير، كان في عندي شوي شغل، بس بيني وبينك ما بقدر أتأخر معك كثير ها، لأنه بخاف بالشركة يحسوا على غيابي. معناتها اسمعني كثير منيح مشان ما أخرك. تفضلي ست ليليان. انت بتعرف موضوع المناقصه يلي فايت مديركم فيها جديد صح؟ صح، كل جهد الشركه منصب هلا على هالمناقصه. بس كانه صالح بيك حاطط كل امله بهي المناقصه ما؟ اكيد. سيد عدي بدي منك شغله بس قبل ما اقول لك شو هي
بدي اسالك كم سؤال ممكن؟ تفضلي. انت قديش بيهمك موضوع صالح بيك؟ مو كثير. علاقه رسميه، علاقه موظف بصاحب الشغل. يعني اذا راحت المناقصه من ايده انت شو بتخسر؟ ولا شيء. واذا رست عليه المناقصه شو بتكسب؟ كمان ولا شيء. هلا هاي المعادله ما منيحه كثير لك، بس انا فيني غير لك فيها شوي. كيف يعني؟ اذا كسب صالح بيك المناقصه انت ما رح تكسب شيء، بس اذا راحت المناقصه من ايده انت اللي رح تكسب، ورح تكسب شيء كثير مهم. ما فهمت عليك. انا قلي عندك خدمه اذا متذكر، وانا بحب كثير يلي بيردوا المعروف. بدي منك رقم المناقصه يلي داخل فيها صالح بيك. انت محاسب الشركه، المفروض انك بتعرف كل شيء، مزبوط؟ بتعرفي يا ست ليان صالح بيك قديش حريص بهذا الموضوع. ولو قد ما كان حريص ما حيقدر يخبي شيء عن محاسب شركته، بيقدر يخبي كل شيء الا الارقام. بس الموضوع مو بهالسهوله. وهذا الشيء من مصلحتك، كل ما كانت مهمتك صعبه كل ما كانت مكافاتك اكبر. شو قلت؟ شو الموضوع؟ الموضوع انه بدي اياك تجيب لي رقم المناقصه، ورح ننسى كل حساباتنا القديمه. فوق هذا كله لك مبلغ كتير كبير. شو قلت؟ ما بعرف شو بدي اقول لك. لا تقلي شيء غير رقم المناقصه، هذا المطلوب منك حاليا. بخاف اذا عرف. سيد عدي ما رح يعرف، واذا عرف انت بحمايتي اطمن. طيب انا موافق. عن اذنك تاخرت. شو بيصير معك خبرني. الله معك. خلص معقول ما يصير معي شيء الا اخبرك؟ تؤمري امر ست ليليان. احترامي سيدي. فوت حيان فوت. عم كل شوي عم يطلع انواع مخدرات جديده، مر عليك هيك شيء؟ بعض هي الانواع سيدي، بس في انواع جديده ما بعرفها. مواد كيميائيه عم تتركب بصوره منزليه، وصفات معروفة وأنواع منتشرة بالعالم، عم تنتشر عن طريق الإنترنت. سيدي أنا حابب أحكي معك شيء بصراحة إذا بتسمح لي. شرف قول. يعني سيدي المواد الجديدة عم تفرض علينا متعاطين وموزعين وتجار جدد، وأساليب جديدة طبعا، ونحن للأسف سيدي بعدنا عم نتبع الأساليب القديمة نفسها. مشان هيك بالمرحلة القادمة بدنا نغير كل شيء. رح نفوت بأسلوب جديد، ورح يكون لنا صلاحيات جديدة. في شي ببالك سيدي؟ شكل المتعاطين للمخدرات شكله مختلف. على الأغلب هني شباب ومطلعين على كل شي جديد. معك سيدي. بس النقطة الأهم هي التجار. التجار يا حيان عم يشتغلوا بطريقة جديدة. عم يحاولوا يكبروا السوق. عم يطلعوا على كل شي عم بيصير برا. وإذا قدروا يعملوا سوق هون بالبلد وانتشرت هاي المواد ساعتها رح تكون مصيبة كبيرة. في شي خطوات عملية بتحب نقوم فيها سيدي؟ أنا في عندي خطة لها عدة مراحل، بس بالمرحلة الأولى بدي تراقب لي كل الجامعات الخاصة، وخاصة اللي فيها طلاب أغنياء. أنا معك سيدي. ولازم تعرف لي متعاطي واحد لهي المواد، وتراقبه مراقبة مكثفة، وتركه لوقت اللي بدنا إياه. يعني رح نأجل القبض عليه سيدي؟ لإمتى رح نضل نلقط أولاد ما لا ذنب؟ حيان بدي راس الكبير، الراس الكبير وبس. بس هيك رح يكون في خطورة كبيرة سيدي. مو قلت لي إنه بدك أساليب جديدة؟ أجل لي مخاوفك لبعدين. شو المطلوب سيدي؟ بدي إحصاءات لكل الجامعات الخاصة، وبدي مراقبة سرية، ما حدا بيعرف فيها غير عناصرنا المقربين. ما بدنا كلها مرة تانية. حاضر سيدي. والمرحلة الثانية أنا بخبرك فيها بوقتها. تمام سيدي.
يلا فرجيني همتك، بلش شغل. فيني احتفظ بهي الاوراق سيدي؟ خلي معك عندي نسخه ثانيه. على اذنك سيدي. تفضل. مرحبا دكتورة، أنا المحقق كمال. بعده عرض التعاون قائم؟ أنا حابب التقي فيكي بالوقت اللي بيناسبك. بدي استشارة صغيرة منك إذا بتقدري تساعديني. إيه ممتاز، شكرا كثير لك، يعطيك العافية. وشكرا كثير لانه انا ما كان عندي شيء مطلوب منه وعندي فحص. هلا رح تصير تلحقي. خلي بيك بدك شيء؟ بصراحة دكتورة أنا ترددت كتير قبل ما أجي لعندك، بس طمنوني إنه المعلومات اللي بتنقال هون بتضل سرية. أكيد يا عم، من هاي الناحية لا تاكلها. بعرف دكتورة بعرف، بس يعني كنت حابب أتأكد. ولا يهمك، فيك تحكي وأنت مرتاح. أنا لازم أكون على اطلاع على كل شيء، ما في مريض بيخبي على دكتورته، صح؟ صح دكتورة صح. صراحة دكتورة مو أنا المريض، ابني هو المريض. هو طالب سنة أولى وعمره 20 سنة، اسمه عصام. من فترة حسيت إنه متغير، أحياناً بيكون تعبان ومو قدران ومكتئب، وأحياناً بيكون نشيط زيادة، ما بيشوف النوم ولا بيعرف الأكل. ومن إمتى هذا الحكي؟ من حوالي شي 6 شهور. أنا ما أخذت ولا عطيت، قلت فايت على الجامعة وأجواء جديدة. بس من يومين وللأسف يا دكتورة، زوجتي لقيت حبوب غريبة بدرجه مخباية بين التياب، ورجتني إياها وسألت عنها وقالوا لي اسمها كابتيجون. ايوه هي هي دكتورة، هي هي، حتى انه معي اياها الحبة. تفضلي دكتورة. كنت عارفانه من الاول وانت عم تحكي لي عن الاعراض يلي عم تلاحظها، انه هي اعراض المادة الكابتيجون. فيك تشرحي لي اكثر دكتورة؟ هي عم مادة خطرة من المواد المؤثرة على الجهاز العصبي، وللأسف هي منتشرة كتير بين الطلاب لأنه باعتقادهم أنه هي بتساعد على الدراسة والسهر والتركيز. يعني خطرة وبتعمل إدمان؟ خطرة كتير، لأنه مع الوقت تعمل التهاب الكبد الفيروسي وتليف خلايا المخ وفقدان الإدراك، حتى حيازتها فيها جرم قانوني، يعني يا عم ما بصير تحملها وتمشي فيها بالشارع. شو الحل دكتورة؟ شو لازم نعمل؟ بعتوني لعندك وقالوا انك فيك تساعديني، شو بتنصحيني؟ ماني عارفان شو بدي اعمل، كل شي حوالي حاسه كابوس. طول بالك، المهم تضل هادي. هلا انت فاتحت ابنك بالموضوع؟ لا دكتورة، ما عرفت شو بدي اعمل. انا فيني ساعدك ونعمل فحص كامل لعصام، بس المهم لازم يكون عنده الرغبة بالعلاج، ما فيك تجيبه لهون بالإجباري لأنه ما رح نستفيد شيء. والأهم من كل هالشي أنه لازم تعمل هاي الأمور بسرعة لأنه مع الوقت ممكن تزيد حجم الجرعات. طيب دكتورة، أنا رح أتناقش أنا وياه بالموضوع اليوم وأكيد رح يقتنع،
أنا بعرف ابني منيح، هو مو هيك. أنا بشكرك على الحكمة اللي عم تتصرف فيها، وأنا واثق إنه رح نتدارك الموضوع طالما لساته بالبداية. ماني عرفان شو بدي أقول لك يا دكتورة. الله يسمع منك. لا تاكل هم شيء، أنت المهم وصله لعندي وأنا بتكفل بالباقي. أكيد دكتورة رح أعمل جهدي. يلا على إذنك. الله معك. يعطيك العافية. استغربت انك حكيتني، مالك بالعاده تتصل يومين ورا بعض؟ شو المشكله عندك مانع؟ لا لا ما عندي مانع. ما علينا، المهم شو بدك مثل العاده؟ ايه مثل العاده. تفضلي. يسلم. ليش هيك عم تطلع فيني؟ بصراحة أنا عندي أغراض من امبارح، بس حبيت إني أتواصل معك وأحكي معك وأشوفك. ما فهمت عليك. يعني هي حجة لأنه نشوف بعض. عفوا؟ أنا هيك حابب أعزمك نقعد أنا وياكي بأي مكان ونتعرف على بعض. أنا آسفة، ما بقدر، ولا تزعل مني، هاي علاقات شغل، وأنت بتعرف خطورته لهذا الشغل، ما بحب أخبص الشغلات ببعضها. إيه خلص، معناته بلا الشغل وأنا ما عاد بدي أشتري منك. بصير فيني شوفك هيك؟ يعني يا بطلع معك مشوار يا بتبطل تشتري؟ حلو كتير. لا رؤي، أنا آسف ما كان هيك قصدي أبداً، بس خلص لا تفهميها بهي الطريقة. ماشي الحال، ولا يهمك. فيني روح ولا لازمك شي تاني؟ هلأ فيني شوفك بكرة أو حاكيكي بدون ما يكون بدي غراض؟ هات موبايلك يا مجنون. تفضلي. هاد رقم الثاني، حاكيني بكرة إذا بدك. ايه اوكي. ما بعرف ليش هيك عم ساوي، بعرف إنه غلط وبس. لا لا ما في شيء، خلص إن شاء الله كل شيء بيكون تمام. اسمحي لي هلأ أوصلك إذا ما عندك مانع طبعا. يلا. يلا. غمض عيونك. غمض عيونك. فتح. شو رأيك؟ شو تخيرتي؟ ايه بس صرت أحلى. ما أنت دائما للأحلى. بتقبرني وأنت كنت بتجنن. هذا لا. شو عم تعمل؟ سيرش عن نفس الموضوع. أنت بتعرف قديش هذا الموضوع بيضايقني. أنا بخاف عليك، ممكن تشيل هالقصة من راسك وتريحنا بقى؟ ما بعرف ليش عم نجيب كل هالدراجز من برا ونصها فينا نعملها هون بمعامل صغيرة وبتكلفة أقل وبخطورة أقل. أنت يلي ما بعرف شو مشكلتك مع الموضوع. كأنك ما بتعرف قديش الموضوع خطير. شو يعني خطير؟ تهريب على حدود شو بتسمي لك أنا؟ مو مشكلة. على العموم أنت خلص دراسة الموضوع بعدين بنحكي. أنت بتعرف قديش بحبك وبخاف عليك وبثق فيك. بس هذا الموضوع كتير رح تتحارب عليه. لا تفكر القصة سهلة. المرحلة الأولى سيدي رح نقوم بالمراقبة ولعدة أهداف: طلاب جامعة، موزعين ومتعاطين. قلت لي طلاب وموزعين صغار متعاطين. أنا بدي الراس الكبير فيهم.
سيدي على ما يبدو تركيبة هاي العصابة مثل ما توقعت بالضبط، هي حلقات صغيرة بس ما بتعرف بعضها البعض، دائما عم نوصل للحلقة المفقودة. بكل حلقة عم نحلها عم نقرب أكثر من مصدر رئيسي. حلقتنا هلأ هي المتعاطين، بعدين الموزعين، وهيك شوي شوي للأكبر والأكبر والأكبر. أنت بتعرف خطورة إنه تترك المتعاطي بدون توقيف؟ هن بكل الأحوال متعاطين سيدي، يعني تجفيف المصدر راح يخلي موضوع التعاطي تحصيل حاصل. كمال، هذا الملف ملفك وأنا أعطيك حرية التصرف بكل التفاصيل. اطمن سيدي، الأمور كلها تحت السيطرة، وأنا بشكرك على هاي الثقة، وصدقني بأقرب وقت رح نوصل للمصدر إن شاء الله. شو كان بدي منك؟ في تقرير الطبيب الشرعي وصلني اليوم، عم بيحكي عن الشاب اللي توفى بالجرعة الزايدة. التقرير خطير لأنه المادة اللي متعطيها الشاب أول مرة مصادفة بهذا الشكل الخطير. شو هاي المادة سيدي؟ التقرير بيقول إنه الوفاة ناجمة عن جرعة مفرطة من مادة الأمانيتا ميسكاريا. بتعرف شي عن هذا العقار؟ طبعا بعرفه سيدي، بس أنا ما صادفت متعاطين لهي المادة. هذا عقار كيميائي بيستخرج من نوع من أنواع الفطر، ومنه جاي هذا الاسم. سيدي هذا العقار بيحتوي على قلويات سامة بيأثر على تركيبة المخ الكيميائية، غالبا بياخدوه للشعور بالهلوسة، ممكن يعرض المتعاطين بكميات أكبر للموت السريع، وهذا طبيعي. مزبوط، وهذا الشيء اللي مكتوب بالتقرير. فيني احتفظ بالتقرير سيدي لراجع الدكتور بشوية أسئلة؟ ممكن، بالتوفيق إن شاء الله. الو،
علي العدي. عن جد عم تحكي؟ برافو عليك. معناتها خليك جاهز بكره. برتب اموري وبحاكيك مشان نشوف بعض. اوكي. باي باي. باي باي. يسلموا ايديك. باي باي. الو. مرحبا يا بيك. مجهزت لك مفاجأة. رقم المناقصة بكره بيكون عندك. ايه عن جد عم بحكي. اوكي. ماشي. امرك. باي باي. سلام. تعذبت لربيتكم وكنت كتير متمنية تكونوا سعيدين، بس أنا بشد ما قدرت خليكم تكونوا سعيدين. سامحوني الله يخليكم. بس نجوى خانوم خلاص بلا الحكي. بس لازم تعرفوا إنه أنا كتير بحبكم كتير بحبكم كتير كتير. ونحن منموت فيكي يا ماما حبيبتي. الله يخليكم يا رب. قدر هالعيلة اللي بتطلع عم تبكي. بس اصبري علي شوي. وحياتك وحياتك ليكون عنا بيتنا إلنا لحالنا ونخلص من هالعيش الزفت مع ابو نادر. يا ريت يا بنتي يا ريت من تمك لابواب السماء. امين يا رب. ها شايف العيله مجتمعه؟ لا بس ما اكون قطعت عليكم خلودكم. خلوي شو هالحكي يا ابو نادر؟ ولو والله ما بتحلى القعده بدونك. عن جد ما بتحلى. عم تتمسخري سراب خانوم؟ قومي انت الثاني، قومي اعملي لي نفس ارجيله. يلا حاضر. اهلين يا رجال. الله يعطيك العافيه. الله يخلي لنا ياك.
الو علينا سعد، انا منيحه. لا لا ماني نايمه، انت شو سهرك لهلا؟ اذا هيك معناتها بسيطه، توقعتك ما تحكي. بس انا كنت ناطر الفرصه المناسبه يعني. ايوه لك هلا سعيد، شو عم تعملي انت؟ بالله عن جد